وعلى هامش اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أمس مع معالي السيدة نيرمالا بدرياسينغ وزيرة خارجية جمهورية سورينام. وخلال الاجتماع أكد معالي وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على تدعيم سبل التعاون والارتقاء بالعلاقات مع جمهورية سورينام في المجالات المختلفة، وخاصة في المجال الاقتصادي في ظل الفرص المتوفرة للتعاون في القطاع المصرفي، مشيرا إلى ضرورة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لأجل فتح آفاق جديدة للعلاقات المشتركة وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية إزاء مختلف القضايا.